بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم اجعل علمنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، وانفع بنا وانفعنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل سائر أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوله، وصلنا إلى قول الإمام البابورتي رحمه الله تعالى، قوله أي قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. طبعا ما قضاه الله عز وجل لا أحد يرده، لكن ما معنى القضاء هنا؟ نعم، قال: أراد بهذا قضاء التكوين. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لابن عباس رضي الله عنه؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن ما قدره الله أنه سيكون، ما قضى الله عز وجل أنه سيكون، لا راد له. هذا معنى قضاء التكوين. يعني مثلا الله عز وجل قضى أن تتزوج ويوجد لك ولدان، لا أحد يرد هذا القضاء. إذا الله عز وجل ما قدر شيئا لن يكون، ولو كل الأمة أرادت أن يكون. هذا المقصود قضاء التكوين، لا راد لقضائه. نعم، أراد بهذا قضاء التكوين الذي لا يقدر العباد على رده، لأن في رد قضائه إثبات عجزه، عجز الله سبحانه وتعالى، حاشا، وهو محال. والقضاء، يعني لما ذكر هنا لا راد لقضائه، قال: والقضاء يذكر ويراد به الحكم، قضى فلان يعني حكم. نعم، ويراد به الأمر، قضى فلان يعني أمر. يأتي هنا في الأسفل بأمثلة. نعم، فلما قال السحرة لفرعون: فاقضي ما أنت قاض، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير، اقضي ما أنت قاض. ما معنى هنا؟ احكم ما تحكم، نحن آمنا. فهنا فاقضي ما أنت قاض يعني احكم ما تريد أن تحكم. هنا القضاء ماذا يراد به؟ الحكم. نعم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هنا يعني أمر، هنا بمعنى الأمر، أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وبمعنى الفعل الله عز وجل قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن، يعني ففعلهن. هنا يراد قضى الشيء أي خلقه، فعله. نعم، هذا معنى القضاء. إذا لا راد لقضائه، لكن هنا ماذا أراد لا راد لقضائه؟ قضاء التكوين، ما أراد الله أن يوجده سيوجد، لا أحد يرد قضاءه. نعم، قال: ولا معقب لحكمه. هنا فسر: والتعقيب التأخير، أي لا معقب لحكمه، لا مؤخر لما قضى. طبعا يحتمل معنى آخر، انتبهوا أسيادنا. معلوم أن هنا مثلا في الدنيا في المحاكم يوجد محكمة ابتدائية، ثم محكمة أعلى، ثم محكمة أعلى. ممكن القاضي يحكم بحكم، ثم يتعقبه القاضي الذي فوقه
فيغير حكمه، ثم يتعقبه قاضي أعلى فيغير حكمه. هذا أيضا تعقيب اسمه. يعني التعقيب هنا الشيخ فسره بماذا؟ بالتأخير، تمام؟ ولا معقب لأمره، ها؟ ولا معقب لحكمه. هنا ماذا قال؟ لا مؤخرة. لكن الله أعلم المعنى الآخر لعله أقوى. نعم، طبعا هو التأخير نوع تغيير. إذا قضى الله عز وجل، إذا التأخير نوع تغيير، نعم، لكن التغيير أعم، التعقيب نعم أعم، الله أعلم. فهمنا أسيادنا؟ لا معقب لحكمي، يعني إذا حكم الله شيئا لا أحد يتعقب حكمه بتغيير أو زيادة أو نقصان أو تبديل كما سيقول الشيخ. إذا قضى الله قضاء التكوين هل يمكن أن يفسر يعني قدر الله التكوين قدر يعني ما قدره الله سيكون، ما قدره الله سيكون طبعا. والتعقيب التأخير، ولا معقب لحكمه أي لا مؤخر لما قضاه، لأن الناس كلهم مقهورون تحت قهره وجبروته، فلا يقدر أحد على ذلك، يعني على تأخير حكمه. ولا غالب لأمره، يحتمل أن يراد بالأمر لا غالب لأمره أيضا لتكوينه، يحتمل أن يراد بالأمر التكوين. قال الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وفيه في قوله لا غالب لأمره نفي الربوبية عن غيره، لأن الفاعل الربوبية تعني الفعل والتصرف، نعم، فالله عز وجل هو المتصرف وحده، نعم، لا رب سواه. وإثبات الوحدانية له. ويحتمل أن يراد بالأمر القضاء لا غالب لأمره أي لحكمه، نعم، فيكون معناه لا يقضي أي لا يحكم عليه أحد قهرا. لماذا هنا قيد لا يحكم على الله أحد قهرا؟ يعني إذا غير قهر، إذا ليس قهرا، هل يحكم أحد على الله جل جلاله؟ هنا ماذا قال؟ لا يحكم أي لا يقضي عليه سبحانه وتعالى أحد قهرا. لعله الله أعلم ماذا قصد هنا الشيخ، أن الله عز وجل يستجيب لعباده، لكن فضلا منه. يعني العبد، تعلمون أن بعض الأقدار علقها الله على أسباب، تمام مولانا؟ يعني مثلا الله عز وجل قال: إذا عبدي دعاني أزلا قضى أن يكرمك، ولكن بناء على ماذا؟ على دعائك. علق هذا القدر على دعائك، لكن هذا قهرا أو فضلا؟ فضلا. يعني ليس إذا الله قال ادعوني أستجب لكم يعني أصبح مقهورا تحت دعائك هو سبحانه وتعالى، أبدا. هذا نعم الله من فضله ألزم ذاته العلية أنك إذا دعوته أن يستجيب لك، فهذا يعني قال لا يقضي عليه أحد قهرا. أما ممكن الله عز وجل ماذا؟ يستجيب لمن دعاه ولكن فضلا، نعم، لأنه هو الواحد القهار. قال الإمام الطحاوي: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، يعني الخير والشر من عند الله عز وجل، أي صدقنا بجميع ما تقدم. الآن لكن كلمة أيقنا ما معنى اليقين؟
100%. تمام، لكن أحيانا أنت تظن يوجد شيء يقيني عندك لكن يستطيع أحد أن يغيره. كل شيء، كل من شيء يستطيع أحد أن يغيره، هذا لا يكون يقينيا عندك. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يقول: الأمر اليقيني هو الذي لا يستطيع أحد، ولو أحد ادعى النبوة وأراد أن يغيره لا تقبل منه. مثل ماذا؟ مثل مثلا أن الاثنين أكثر من الواحد، هذا لو جاء إنسان يدعي النبوة وقال لك أن الواحد أكثر من الاثنين لا يمكن أن تصدقه، تقول له أنت كاذب في نبوتك، يعني تكذب نبوته بهذا، لأن هذا هو اليقين. كثير من الأشياء تظن أنك مستيقن بها وما عندك ليس يقينا. نعم، أي صدقنا بجميع ما تقدم، فتكون الإشارة بقوله ذلك إلى جميع ما سبق ذكره. وفي ذكر الإيقان قال: وأيقنا أن نحن هذا آمنا به عن دليل وليس تقليدا. نعم، إشارة إلى أن الإيمان بما سبق ليس بالتقليد المحض، بل بالدلائل السمعية والبراهين العقلية علما يقينيا لا يعتريه شك. واليقين من أين أخذ؟ من يقن الماء إذا استقر. يقن الماء إذا استقر، لاحظ مولانا، أنت الفكرة إذا كانت برأسك تتحرك بين مصدق ومكذب ما عندك يقين. والماء أيضا متى يقال يقين الماء؟ إذا استقر لا يتحرك. من هنا أخذ اليقين. فالفكرة إذا كانت عندك لا تتحرك لا تشوش تكون يقينية، لأن العلم الثابت بالاستدلال يسمى يقينا لثبوته واستقراره. قال الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. سماه موقنا لحصول العلم له بالاستدلال من المصنوع على الصانع. نعم، قال: النبوات، الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله الإمام الطحاوي: وإن محمدا عبده المصطفى وأمينه المجتبى، مجتبى مختار يعني، ورسوله المرتضى. لما فرغ من إثبات وحدانية الله وصفاته شرع في إثبات نبوة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم إتماما للإيمان بالشهادتين، إذ الإيمان هو معرفة الله بأسمائه وصفاته وتصديق الرسول بما جاء به من الشريعة. لماذا الآن أشياخنا في الجوهرة يقول: وجامع معنى الذي تقرر شهادة الإسلام فاطرح المرى؟ يعني كل العقيدة مجموعة في أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لماذا؟ لا إله إلا الله فيها كل الكمالات لله عز وجل، وأن محمدا رسول الله، انتبه، إذا قلت أنا أؤمن بأن محمد مرسل من عند الله إذن أنا آمنت بكل ما جاء به، هذا هو المطلوب. أستاذ، إذا أجنبي مثلا إنجليزي إذا أراد أن يكون مسلما، نحن نقول كل شهادتين باللفظ العربي ولكن لا يفهم معنى الشعر. لا لا، أولا، إما أولا أو ثانيا ما في مشكلة، لا بد أن نشرح له ذلك. أصلا هو يعني حتى عند أقل من هذا، عندما تعقد عقد
أنا حصل معي هذا، عقدت عقد زواج لامرأة أجنبية، فلا بد أولا أن أترجم لها معنى ماذا ستقول، ثم تقول بعد ذلك بالعربية ما في مشكلة. فأيضا هذا الإنسان الأجنبي الذي أسلم شيخنا، هذا أسلم بعد بحث، تمام، فعرف ما يجب أن يؤمن به، هو يعرف. وعندما يريد أن يقول لابد أن أولا أو ثانيا نترجم له ونقول أنت ستقول ما معناه كذا وكذا، يفهم؟ يقول نعم طبعا قبلته. فلا بد من أن يفهم المعنى، ولو أثناء قوله ما فهم المعنى ما في مشكلة. نعم، إذ الإيمان هو معرفة الله بأسمائه، أشهد أن لا إله إلا الله. لاحظ، الله هو مثلا، لا تقول أشهد أن لا إله إلا الخالق إلا القدير إلا كذا، أشهد أن لا إله إلا الله. الله هو علم على واجب الوجود المتصف بجميع صفات الكمال، انتهى. ولذلك عند العلماء هو اسم الله الأعظم، عند كثير من العلماء لفظ الجلالة هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. أكثر العلماء رأيهم هذا هو اسم الله الأعظم. فعندما تقول الله الله أشهد أن لا إله إلا الله، تمام، آمنت بكل صفات الله سبحانه وتعالى. نعم، وتصديق الرسول بما جاء به من الشريعة. ولهذا قرن الله تعالى الإيمان بالرسول مع الإيمان به، حيث قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. وقوله وإن محمدا، اسمع هنا في أول الكلام قال وإن محمدا، هذا معطوف على أول الكتاب. أول الكتاب ما هو؟ نقول إن الله واحد لا شريك له، والآن نقول وإن محمدا عبده ورسوله. وإن محمدا معطوف على قوله إن الله واحد، والتقدير نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، رجع إلى أول كتاب، إن الله واحد إلى آخره، وإن محمدا عبده المصطفى. الآن سيقول لماذا قال، انظر، وإن محمدا عبده، ما قال مثلا وإن محمدا نبيه؟ لماذا يقدم العبودية؟ يقول لأن الأنبياء يا شيخ يوسف يأتون بأشياء عجيبة، إذا لم ينتبه الإنسان قد يعتقد فيهم الألوهية بسبب ما يقدرهم الله على فعل أشياء غريبة وعجيبة. انتبه مولانا، وبعض عقول الناس ضعيفة، بعض عقول الناس ضعيفة، تعرفون يوجد ملل كبيرة اعتقدت مثلا أن عليا إله. انتبهوا أسيادنا، يعني هذا الكلام لا تظنوا من ترف الكلام يعني أو شيء غير مهم. ولذلك الله أنطق عيسى أول كلمة في المهد قالها، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي، إني عبد الله. هذا ليس هكذا، هذا له حكمة عظيمة. فالأنبياء بعض الناس يبالغون بسبب الحب وبسبب ما يرون، فلا بد. نعم، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أعظم الخلق، ولكن هو عبد الله ورسوله، لن يتجاوز مرحلة العبودية والبشرية والافتقار إلى الله أبدا 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 أبدا، وإن كان هو أعظم، وإن كان هو أعظم مخلوق ولا شك. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت
النصارى المسيح ابن مريم، لا تعظموني تجعلونني فوق البشرية، لا لا لا. نعم، فهذا مهم. لذلك يقول إذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأشياء عجيبة، بعض الناس قد يعتقده إلها. وحصل عيسى اللهوه، لماذا؟ لأن أحيا الموتى. فيأتي إنسان يقول أنا لا أصدق أنه ليس إلها، أحيا الموتى، لا يقدر عليه إلا الله، فهو إله. إذن هكذا عقولهم، فلا بد من تأسيس هذا المعنى. وطبعا هذه العقيدة هي لكم طلاب العلم وللعامة، فلا بد من تأسيس هذا المعنى. نعم، وإنما قدم وصفه بالعبودية على وصفه بالنبوة دفعا للشبهة العارضة للناس عند ظهور المعجزات الخارقة للعادة التي يعجز عنها البشر، بأن فيه معنى الألوهية. هذه الشبهة العارضة، قل فيه معنى الألوهية. نعم، كما اعترضت الشبهة للنصارى حيث اعتقدوا في عيسى الألوهية بسبب ما وجدوا منه فعلا إلهيا من إحياء الموتى وإبراء الأكمة. تمام، ليس الأعمى، الأكمة. الأكمة هو الذي يولد لا يرى. نعم، يولد لا يرى، لأن إذا إنسان كان يرى ثم عمي شفاؤه ليس معجزة، ممكن أن يقدر عليه بعض الأطباء. نعم، أما إذا وجد ناقص الآلة أو بدون آلات أو بدون عيون أو كذا، قيل الأكمة هو ممسوح العين، ممسوح لا يوجد شيء. نعم، وإبراء الأكمة هو الأبرص. وكان أول آياته يعني يجب إما أول أو تكلمه، يعني هنا رفع الاسم والخبر، صح أسيادنا أهل النحو؟ كأنه يوجد هنا خطأ. وكان أول آياته تكلمه. تمام، وإما أن تقول كان أول آياته تكلمه، ما في مشكلة، فهنا يوجد خطأ. إما انصب أول، إما انصب تكلمه، أو يوجد أنا في كلامي خطأ؟ فهمتم أسيادنا؟ إيه؟ توافقونني؟ أول يعني خبر كان، ممكن يكون خبر مقدم، يعني كان تكلمه أول آياته، ما في مشكلة، أو بالعكس يجوز هنا، لأنه إذا كان المبتدأ والخبر أو الاسم والخبر معرفتين، ما في مشكلة أن تجعل هذا، فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان، قال ابن مالك. نعم، طيب، أين ذهبنا نحن؟ بأنه قال، نعم، بأنه قال، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فبدأ بعبوديتي قطعا للشبهة العارضة لقومه. ومع ذلك، مع أنه أول كلمة قالها وهو قال إني عبد الله، ومع ذلك دخلت الشبهة في عقولهم. نعم، ومع ذلك أخرجوه من العبودية وأثبتوا له الربوبية. وللنبي صلى الله عليه وسلم معجزات باهرة. طبعا أسيادنا لماذا يذكرون المعجزات؟ لأنه لا يجب تصديق النبي قبل المعجزة. المعجزة هي دليل النبوة، لا يجب تصديق النبي قبل المعجزة. نعم، ولنبي صلى الله عليه وسلم معجزات باهرة. طبعا يوجد من؟ الخوارج، الإباضية من الخوارج. طبعا الإباضية، الشيعة الإباضية نوع من الخوارج، الآن هم موجودون أكثرهم في عمان. نعم، فهؤلاء كثير منهم إباضية وهم نوع من الخوارج، يقولون يجب
التصديق بالنبي قبل ظهور المعجزة، وهذا خطأ، هذا خطأ، لأنه لا يعلم النبي من المتنبي، كيف يعلم؟ نعم. إذن يجب أولا المعجزة سيدي؟ طبعا، عندما يقول أنا نبي، يقول يعني مسيلمة الكذاب قال أنا نبي، نصدقه؟ لا نصدقه. كيف صدقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتى بالمعجزة. التصديق، انتبه مولانا، ممكن بعض الناس من الله يضع هدايته، هذا شيء، أنت آمنت به قبل المعجزة يجوز، أما لا يجب، لا يجب عليك التصديق قبل المعجزة، يعني قبل المعجزة لك أن تصدق ولك أن لا تصدق. أما متى يجب عليك؟ إذا رأيت الدليل وجب عليك أن تؤمن أنه نبي، وجب. بأي دلائل بدأ سيدي رسولنا المعجزات؟ النبي عليه الصلاة والسلام، أولا الناس كانوا يعرفونه، فمن الناس من آمن مثل أبو بكر، آمن به قبل أي شيء، تمام؟ من أراد دخول الإسلام جيد. إذا طلب أن يتعلم العربية حتى يأتي بآية من القرآن، ربما يقول أنا مستحيل أن أتعلم. تمام. تعرف ماذا قال؟ قال: وقامت الحجة على العالم بالعرب. فهمتم سؤال؟ يعني الآن مولانا، يوجد معجزات آنية وحسية اسمها، نعم، ويوجد معجزات عقلية. عقلية. القرآن عقلي، لكن من يعرف إعجازه؟ من يعرف اللغة العربية؟ نعم. طيب إذا إنسان الآن كافر ويريد أن يسلم، يقول ما دليل؟ ما الآن المعجزات الحسية؟ لكن ذكروني، أنا حدثتكم عن مسألة شق القمر، أظن حدثتكم أو ما حدثتكم؟ هذه مسألة جميلة جدا، اذكرها ولا تنساها، ممكن اليوم نتكلم، ممكن في ده، لكن لا تنساها. نعم، قلت لكم أظن هذا. أنا قرأت في سوريا. سبحان الله، جيد. زغلول النجار. زغلول النجار مفسر. نعم، هو مهتم بإعجاز القرآن. المهم، كيف نقنع هذا؟ هو يقول أنا لا أعرف العربية، وأنا الآن سأكون مثل سيباويه حتى أعرف إعجاز القرآن وكذا. انتبه مولانا، نقول قامت الحجة على العالم كله بالعرب الذين كانوا في ذلك الزمن. اسمع ما معنى، يعني ثبت بالتواتر أن أولئك العرب كانوا فصحاء، أفصح العرب، وثبت أنهم عجزوا عن معارضته والإتيان بمثله. فالآن هذا الرجل لا نقول له افهم اللغة العربية، نقول له اقرأ التاريخ، اقرأ بمن تثق به، سيتواتر عنده بعد القراءة ماذا سيتواتر عنده؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن موجود، تحدى العرب فأتوا بسورة من مثله، تمام؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحداهم، تمام. هل روي أنهم عارضوه أو جاءوا بمثله؟ أبدا. إذن هو هذا المطلوب منه. انتبه مولانا، أحيانا أنت الآن كيف تعرف؟ أنت تذهب إلى طبيب، لو كان كل إنسان يجب حتى يتيقن أن هذا الطبيب جيد أن يتعلم الطب
ويختبر هل هذا طبيعي؟ لا، لا يمكن. تقوم عليك الحجة بغيرك، بأصدقائه من الأطباء، بمن تعرف. هؤلاء يشهدون له أنه طبيب وهم يعرفون الطب، إذن تقوم عليك الحجة، فأنت يجب أن تؤمن أنه طبيب. فالحجة على من لا يعلم تقوم بمن يعلم. لا، هذا ليس كلامي، لكن هذه العبارة التي قال العلماء. قامت الحجة على العرب وقامت الحجة على العالم بالعرب. جيد، هذا جواب سؤالك. نعم. قال: وللنبي صلى الله عليه وسلم معجزات باهرة وبينات ظاهرة مذكورة في دلائل النبوة. يعني هذا باب يكون في، هو يوجد كتاب اسمه دلائل النبوة، ولكن يوجد باب في كل كتاب حديث اسمه باب دلائل النبوة، ما يدل على أنه نبي، فيذكرون معجزاته. يعني هذا ليس كتاب علم، هذا باب من أبواب الحديث. واضح أسيادنا؟ مع أنه على أنه يوجد بعض الكتب اسمها دلائل النبوة مثل البيهقي وغيره. نعم شيخنا، سأل السؤال المهم: ما هي أول معجزة حسية أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني بعد القرآن الكريم هو عقلية. العلماء، انتبه الآن، إما أن يكون انشقاق القمر، وإما أن يكون حال النبي عليه الصلاة والسلام بالإتيان بهذا القرآن وهو أمي. الإتيان بهذا القرآن الذي يعني عجز عنه كل العرب، تمام، لعله هذا معجزة حسية. نعم، هي، انتبه الآن، هذا القرآن الكريم يكون حسيا ويكون عقليا. أما انشقاق القمر حسي. نعم، نكمل هذه العبارة وبعد ذلك إذا تحبون نذكر باختصار هذه المسألة. نعم، قال: وإنما وصفه بالاشتباء. ما معنى الاشتباء؟ الاختيار. اشتبى، اصطفى من كل الخلائق اختاره. نعم، بالاشتباء والأمانة، ليعلم أن الله تعالى لا يظهر المعجزة إلا على الأمين المختار، لا الكاذب الذي هو من الفجار. والمجتبى معناه المختار، والمرتضى الذي رضي الله عنه برسالته. باختصار، مرة شيخ يوسف، وهذا موثق والأسماء موجودة، يعني مرة كان هذا الدكتور حفظه الله، الدكتور إذا الآن ما زال يعيش، وله كتب مهمة في إعجاز القرآن في الأرض وفي السماء وفي الحيوان، يأخذ من القرآن ويبين لك كيف أخبر القرآن. يعني آلاف الصحائف كتب، وكثير من الناس كتبوا في إعجاز القرآن، لكن كلامه موثق. يعني مثلا عندما يقول هذا البحث موجود كذا، هنا يذكر أسماء الجامعات والبروفسورات الذين أثبتوا هذا بالعلم، يذكر لو قلنا فقط أريكم هذه بعض كتبه، مثلا هذه هي القصة، أنا مرة منذ، لكن أريكم عناوين كتبه. مثلا هذا اسمه آيات الإعجاز العلمي في الأرض، ويوجد في السماء، ويوجد في الحيوان. نعم، حتى هنا الآن هناك يأتيك بصورة لانشقاق القمر، صورة موجودة. ايه والله، بعض الناس لا يقبلون هذا. اصبر الآن
هذا الكلام لو أنا أقول أخي لا تقبل، لكن اسمع الآن من قال. إذا قال نادر لا تقبل أخي مثلا، حقيقة أنا ما عندي خبرة، لكن هذا الرجل باختصار مرة كان في بريطانيا يعطي محاضرة، في محاضرة كبيرة أمام الناس عن إعجاز القرآن. ها؟ ممكن. نعم نعم. حتى يوجد المهم كان يعطي، فسأله سؤال إنسان قام سأله سؤال، فقال له أنتم تقولون حصل انشقاق للقمر، فهل هذا لكم دليل عليه؟ ما الذي يصدقكم؟ فقال الشيخ زغلول النجار، قال والله هذا لا يمكن الاستدلال عليه، لأنه يوجد معجزات حسية آنية يراها من رآها ثم رجع القمر وانتهى، مثل إحياء الموتى، رآه الإنسان الموجود، أما الآن لا أحد يراه، ما صورنا فيديو ولا صورنا كذا، انتهى. فأخي ما عندنا دليل، يقول الشيخ زغلول نجا، ما عندنا دليل، أن عندنا دليل التواتر، القرآن قال والناس رأوا، أما دليل تراه بعينك الآن لا يوجد. فقام إنسان جالس رئيس الحزب الإسلامي في بريطانيا اسمه داود موسى كذا، موجود اسمه هنا، قال هل تأذن لي أن أتكلم؟ قال تعال. جلس بجانبي، قال أنا كنت كافرا، فيوجد شيخ مسلم مثل الشيخ يوسف يحب أن يهدي الناس، فقال لي خذ قرآن اقرأ لعلك تهتدي. فذهبت إلى البيت، قل والله أنا أحب العلم وإذا حق أتبع أنا، ففتحت هذا القرآن، والله يا كذا قال، أول صحيفة فتحت اقتربت الساعة وانشق القمر. اسمع الآن، فقلت ما هذا الدين؟ هذا خرافة. انتبه، انشق القمر، انشق ما انشق القمر، لو ينشق لا يوجد لا يبقى شيء وكذا. قال فأغلقت القرآن ووضعته في مكان بعيد حتى لا أراه، فكانت هذه الآية سبب في بعدي عن الإسلام. بعد سنوات كنت جالس أمام التلفزيون، والله كان يوجد برنامج فيه ثلاثة من علماء ناسا الفضائية الأمريكية، تعرفون ناسا؟ ويوجد مذيع سبيكر أنتم تقول يحاوره، فهو المذيع غاضب يقول لهم تخرجون إلى القمر، تنزلون من القمر، ماذا تستفيدون؟ كم أنفقتم؟ قالوا نحن أنفقنا 100 مليار دولار، فكاد أن يحمل الطاولة ويضربهم بها. يقول لك في إفريقيا دولار يحيي أسرة، أنتم تدفعون 100 مليار دولار لتقولوا ذهبنا إلى القمر وكذا. قالوا اصبر اصبر، نحن نذهب إلى القمر لفائدة الإنسان، يعني مثلا من هناك نحن ممكن نعلم أين يوجد ماء، أين يوجد بترول، ممكن هناك طبيا نفعل أشياء، هناك لا يوجد هواء، لا يوجد جاذبية كذا، ممكن نكتشف أنه لو فعلنا عمليات هناك تفيد الإنسان إلى آخره. كانوا يحدثونه عن ماذا؟ عن فوائد القمر. ثم قالوا له طيب اصبر، نحن اكتشفنا أمرا، لو دفعنا 100 مليار لهذا الأمر يكفي. ما هو؟ والله يقولون سماهم، يعني هؤلاء العلماء سماهم من هم؟ قالوا اكتشفنا طبقة في نصف القمر رخوة، يعني ضعيفة، يوجد مسافة حول القمر ضعيفة، تمام، مثل إذا إنسان جرح ثم التأم جرحه يبقى هذا المكان ظاهر،
سنوات. قال يوجد وجدنا هذا المكان ثم حللنا لماذا هذا المكان رخو، أخذنا أحجار وحللنا وكذا، فخرجنا بنتيجة واحدة. ما هي؟ أن هذا القمر في يوم من الأيام انشق قسمين ثم التحم. أقسم بالله هكذا. قال وجدنا نتيجة علمية أن هذا فهذا الرجل ينظر الذي أخذ القرآن، تمام؟ قال فركضت إلى القرآن وقبلت وأسلمت. من ذلك يقول هذه الآية كانت سبب في بعدي عن الإسلام ثم كانت سببا في اعتناقي للإسلام، وهو الآن هناك رئيس الحزب الإسلامي بالاسم وال نعم. فإذا هي هذه المعجزات الحسية. طبعا لماذا الله أكثر المعجزات الأنبياء، معجزات الأنبياء كانت حسية؟ لأن فترة الأنبياء السابقين ماذا؟ محدودة. أما الله جعل معجزة النبي عليه الصلاة والسلام هي القرآن، وهي عقلية، وهي باقية إلى يوم القيامة. حتى في كل زمان لو أراد إنسان أن يجد دليلا يستطيع أن يجد دليلا، تمام أسيادنا؟ طيب يوجد سؤال من هذا أو من غيري حتى نبدأ بهذا الكلام؟ الوقت ما انتهى، يعني أنتم تأتون من مكان بعيد، لا نريد أن نقرأ ها نصف ساعة و... فإذا عندكم سؤال، هذا لا يوجد وقت وهذا إيه تمام، لأن هنا نريد أن نتكلم عن خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، نريد أن نتكلم عن نزول عيسى وكذا. فهل يوجد سؤال؟ اسأل. سيدي سألتكم سؤالا منذ زمن بعيد. إيه؟ يعني سئلت لماذا خلق الله عز وجل الشر؟ إيه؟ لماذا لم يخلق الناس في بيئة آمنة مطمئنة والناس يعيشون بسلام ويدخلهم الجنة بعد ذلك؟ تمام. كيف يحصل الامتحان؟ أنا سأسألك، سأرد السؤال بسؤال. كيف سيحصل الامتحان؟ يمكن أن يكون الامتحان ب... يعني بالخير نفسه يعني. كيف؟ بمراتب الخير. يترك الامتحان سيدي مجانا بلاش. ممكن. من كلامي. ممكن. كان ممكن، لكن الله عز وجل أراد هكذا فقط، لا يوجد سبب آخر. فقط إلا أنه أراد، يعني كان الله عز وجل، أما لو بكرمه لا يخلق دنيا، يخلقهم في الجنة وانتهى الموضوع بدون امتحان. إذا بدون امتحان يريد أن يكرمهم لا حاجة أن يخلقهم في الدنيا، هو خلقهم في الدنيا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. كان لو كما تريد ما في مشكلة، يخلق الله عز وجل الخلق أين يخلقهم؟ في الجنة وانتهى الموضوع. الآن نرجع إلى كلامك. الله عز وجل هذا الذي تقوله ممكن أن يخلق الناس لا يفعلون إلا الخير، فكيف يتفاضلون بينهم؟ كيف يتفاضلون بينهم؟ تمام. الآن إبليس، نفس إبليس لما كان يعيش بين الملائكة ما فعل مشكلة، لأنه لا يوجد أحد عنده غريزة الشر مثله، الملائكة كلهم، فلا يحصل امتحان. يعني إبليس انتظر حتى خلق الله آدم، بعد ذلك بدأ يفعل مشاكل. لماذا قبل ذلك ما فعل مشكلة؟ لا يوجد من يفعل معه مشكلة. طبعا إبليس عليه من الله ما يستحق، تمام؟ هل هو ما هو من الجن؟
لماذا إبليس هناك؟ يعني ليس كما يقول الناس والله كان سيد الملائكة ورئيس الملائكة وأستاذ الملائكة وكذا. يا شيخ يوسف هذا ليس عليه دليل أبدا أبدا أبدا. غير صحيح هذا الكلام، لا يوجد عليه أي أستاذ الملائكة. سجد كل العرش يعني كل المكان سجد هكذا يقال إبليس على الأرض. لم يبقى في العرش مكان إلا وسجد فيها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا إسرائيلية. الإمام الحسن البصري يقول ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين. هذا عند تفسير قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. لماذا إبليس موجود هناك؟ الجن مخلوقون في الأرض قبل الإنسان، وكانوا يفعلون بينهم يعني إشكالات وقتال ويسفكون، ولذلك الملائكة من هنا علموا لما أراد الله أن يخلق آدم قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. كيف عرف الملائكة؟ قياسا على الجن، الجن كانوا يفعلون. الجن ما عندهم أنبياء، سيأتي الآن معنا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو المبعوث للأنبياء، تمام؟ هو المبعوث للجن، نبينا فقط. أما قبله لا يوجد نبي للجن، كان يوجد لهم منذرون. طيب قبل الأنبياء وقبل آدم كانت الملائكة هي التي تنزل وتصلح بينهم. الجن هذا في نص لا يرى، جن لا يرى في نص بالنسبة لنا لا يرى شيخنا طبعا شيخ الإسلام. ثم كما يتمثل جبريل ما كان يراه النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن يراه الجن إذا تمثلوا له. إيه لا أعرف أنا، هذا يذكر لكن أنا لا أعرف دليلا عليه، تمام. المهم ممكن، لكن نريد أن التواريخ يجمعون فيها ما هو صحيح وما هو غير صحيح، يحتاج إلى دليل. يعني لما تقرأ في البداية والنهاية، قرأت في كتب العقيدة؟ لاحظها الآن في العقيدة يذكرون الجن لا يذكرون. فيوجد كتب التاريخ والتفسير وكذا يجمع فيها كل شيء، انتبهوا منها. نعم كلها خير لكن يحتاج إلى انتباه. فالحسن البصري رحمه الله يقول ما كان من الملائكة طرفة عين، لكن كانت الملائكة قبل بعد آدم. كيف كان الجن يهتدون؟ كان لهم منذرون. ما معنى منذرون؟ لهم علماء يذهبون إلى نبي الزمان يسمعون له، انتبه. يعني مثلا في زمان موسى هؤلاء يذهبون المنذرون يتعلمون من موسى ثم يرجعون إلى قومهم، تمام، بدليل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هذا قبل أن يبعث النبي إليهم عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك بعث إليهم، اجتمع بهم وبلغهم وجها لوجه. في السابق ماذا كان؟ كان منذرون يذهبون إلى نبي الزمان يسمعون منه ويرجعون. لذلك من ماذا قالوا؟ إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى أنزل. فهم كانوا يسمعون من موسى، لكن انتبه ما كان موسى مرسلا إليهم، بدليل أن هذا من خصائص رسولنا صلى الله عليه وسلم، تمام. طيب هذا بعد نزول بعد آدم. طيب قبل آدم من كان يصلح بينهم؟ الملائكة. فالملائكة كانوا يصلحون بينهم. المهم بعد ذلك بحثوا وجدوا أن إبليس هو أصل المشاكل حقيقة، هو أكثر من يفعل إشكالات ويثير الفتن. فأخذوه معهم إلى السماء ليريحوا أهل الأرض منه. الله
طب انا من قلب في الواجب الارض سيدي طبعا سيدي والله بيت انا شخصي سلام والله يا سيدي ارجوك ارجوك لماذا يكون في السماء اذا هو من الجن لماذا يكون يا سيدي لماذا يكون ابليس في السماء او الجن لماذا يكونون في السماء اخذوا الملائكه الى السماء نعم الملائكه اخذوا ابليس هو الله الله اراد ان يتم الامر طبعا الله يرتب لامر الله يرتب للحصول هذا اللقاء بين ادم وابليس حتى يستمر هذا العداء الى يوم القيامه الله يهيئ لهذا هذا المخلوق الذي يكون بينه وبينه فاذا اخذوه اسيرا ملائكه اخذوه اسيرا اخذوه اسيرا الى هناك وضعوه في السماء هناك لا يوجد من يفعل معهم مشكله الان عبد الله ما عبد الله انا لا اظن انه عبد الله لكن لو عبد الله ما في مشكلة يعني يمكن ملا يعني لا يوجد مشكلة من يفعل معه يمكن قال نصلي كذا ما عندنا في يعني في كان في الجنة ليس في الجنة في السماء في السماء كان عاصيا معصيته في معصيته العادية هي تمام طبعا فقبل خلق آدم ما فعل مشكلة هنا أنا الشاهد لماذا ما حصل له امتحان لأنه لا يوجد شر إلا عنده والآخر لا يوجد عنده شر يعني ماذا سيفعل إذا لا يوجد شر لو ضرب أحد من الملائكة الملائكة ما عندهم هوى أو شهوة سيقول لو سامحك الله فلا يحصل امتحان فالله عز وجل اسمع الآن ها على أنه يوجد قول أنه لا يوجد شر اسمع يا مولانا على أنه يوجد قول عند العلماء هذا أمس أي أمس قرأته والله نسيت أين يقول هذا على القول لأنه السؤال هكذا لماذا خلق الله الشر أمس كنت أقرأ في أي كتاب فقالوا هذا بر يعني ذكروا جوابا ثم قالوا هذا على القول بوجود الشر أما على القول بعدم وجود الشر فلا إشكال ما معنى عدم وجود الشر يعني بالنسبة لله تعالى لا يوجد شيء اسمه شر هذا الشر بالنسبة لمن إلى فعل الإنسان أما فعل الله كله خير فعل الله سبحانه وتعالى كله حكمة فهذا سيدي الله عز وجل خلق الخير والشر من أجل لأن كل الدنيا لا تعمل إلا بسالب وموجب كل الدنيا انظروا مولانا السحاب يوجد سالب وموجب السحاب قال الله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء فالتلقيح كل شيء يوجد ذكر وأنثى سالب وموجب موجب مع موجب لا يوجد شيء عندما يلتقي السالب والموجب عند ذلك يحصل التفاعل أبدا في البطارية يوجد سالب وموجب وفي كل شيء يوجد سالب وموجب عندما يلتقي السالب والموجب يبدأ التفاعل أما إذا كان موجب معه ما في مشكلة لا يحصل تفاعل فعلى القول بوجود الشر هذه هي الحكمة ليحصل الامتحان بدون وجود شر لا يحصل امتحان لو الله خلق كل الملائكة عندهم ماذا خير أو شر خير طيب ممكن يحصل امتحان بين الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ما عندهم شهوة ما عندهم شيء لذلك قالوا الإنسان الطائع
أحسن من الملائكة. الإنسان الطائع فوق الملائكة، لأن الملائكة يطيعون ما عندهم شهوة، أما الإنسان يترك شهوته ويطيع الله عز وجل. نعم، تحبون نقف هنا؟ جزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.